ميمير، يمكنك أن تصرخ بوجهي لأنني غادرت. وبماذا سيفيد ذلك؟ قد تشعر بتحسن. لا، أنت لم تثق بي بما يكفي للتحدث عن مخاوفك. هذا جرح لا يمكن علاجه بسهولة. أنا آسف. لا تعتذر، هذا خطأي. بعد أن قضيت بعض الوقت في أسغارد، من الغريب تخيل ماغني ومودي هناك. تولت سيف تربيتهما، صحيح؟ تبدو أما جيدة، ربما مفرطة في الحماية قليلا. أم جيدة؟ لم أعرف هذا عن سيف. كفى، سنواصل لاحقا. تبدو قطعة أثرية من مقاومة الأقزام، شارة ريدمار، والد بعض الأقزام الذين قد تعرف. قد يرغب الروح في عادتها، وهذا أفضل من أن تبقى في العراء. سجار شق عالم آخر هناك. أوكف. ميمير، قناع أودن، كيف سمع عنه في المقام الأول؟ قال إن صوتاً تحدث إليه ذات ليلة، حقه على جمع القناع والتحكم في مصيره. أعتقد أن هذا هراء. كان أودن ثملاً وأقنع نفسه بأن قناعاً خشبياً سيحل مشاكله، وانطلق مترنحاً بين العوالم حتى عثر على حلية غامضة تؤدي الغرض. القناع لا يفعل أي شيء. أجل، غالباً. ميمير، ماذا كنت تقول سابقاً عن أن سيف لم تكن أماً جيدة عندما عرفتها؟ هذا صحيح بصراحة. في ثقافة فاسقة كثقافة الإيسير، فإن نموذج الأنوثة يتمثل في الكبيرة بالضبط. أوه، لم يكن مرعباً كثيراً. إنها فقط ستود التقاعد. تتقاعد؟ نسر هيل تود التقاعد؟ دع ذلك جانباً، تعال. لم يعد وجود مثلك لنحل السلام. إذا كان هناك المزيد من أجزاء آسغارد، فستظل إنهريار مصدر إزعاج للعوالم. إن لم نفعل شيئا وحسب، لن تشفى العوالم أبدا إذا بقوا. كم تبقى؟ طريقة واحدة للتأكد. Go!
هل فهمت شيئا؟ أكنت تتكلم بجدية يا ميمير؟ أترغب هراس فيلجر في التقاعد حقا؟ حقا، ولا تسأليني عما تتوقع أن تفعله بوقت فراغها. أؤكد لك لا توجد إجابة مطمئنة. هل يمكنها ذلك؟ ألا تكون هيل؟ يبدو أنها تحتاج للراحة فحسب، أن يتقدم شخص آخر وتصبح هيل كما كانت. ليس منصبا يرغب الكثيرون في شغله. أجل، طقس سيء وساعات لا تنتهي واحتمالية إطلاق أذى هائل على العوالم لو أهملوا. سنتوقف هنا الآن. لن نتمكن من قتله إن رأنا قادمين، فلنجد نقطة مراقبة أخرى. قصيدة أخرى لكافاسيو.